سهلنا عليكم طرق تنظيف الكنب، تعالوا نشوف النهاردة خطوات سهلة وبسيطة تساعدنا على تنظيف الكنب في أسرع وقت وبأقل مجهود وبأقل تكلفة من غير ما نرجع لشركات التنظيف. طريقة تنظيف القماش الكتان، وده إن احنا نجيب ليفة ونجيب علبة نحط فيها شوية صابون سائل، نقعد نراغي كتير في الصابون لحد ما يتحول لفوم ورغاوي كتير، نبدأ ناخد الفوم على الجزء اللي مش نضيف ونبدأ ننظف بالليفة، لكن أهم حاجة نوزع كويس الفوم عشان ما يعملش بقع مية وبكده تختفي كل حاجة. استنونا في الجزء التاني هنعرض لكم ازاي نقدر ننظف انواع مختلفة من خامات القماش والجلد.